بالخير نحييكم متابعينا واهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحيه الابراج اليوم الاثنين الموافق 11 من شهر اذار المصادف 11 من شهر رمضان من عام 1445 للهجره. اهلا بكم متابعينا وكل عام وانتم الف خير، يا رب رمضان ينعاد عليكم بالخير والمسرات وان شاء الله السلم المجتمعي لجميع شعوب العالم بل والارض. اذا متابعينا متواصلين معكم اكيد بفقرتنا الصباحيه الابراج، وتعالوا معنا خلونا نتابع اليوم ونشوف حركة القمر والأفلاك ومدى تأثيرها اليوم على أبراجنا، من حيث اليوم قمر الحمل المتواجد في أعلى نقطة في برج طبعا الحمل وفي رأس التنين، اللي اليوم يضحى أو يشكل خارطة فلكية جدا مهمة تتناغم اليوم مع محاذير. طبعا ليش أنا أقول تتناغم؟ يعني هو في عمق للمحاذير ثم عمق للطاقات وتكبيرها. كيف ممكن نحن كأبراج اليوم أنه نعتني بحالنا من رأس التنين أو ربما رأس الحربة اللي أنا دائما أتحدث عنه وأقول أنه هو ممكن يكون ذلك الراهو اللي في أعلى نقطة يكبر الحظوظ لجميع الأبراج، ولكن بنفس الوقت أيضا هو يفرض محاذير مهمة عليها من حيث بعض الأقمار إن تواجدت. ليش اليوم أيضا الطاقة ممكن أنه تكون حذرة كون أنه هذا القمر اللي اليوم طبعا أصبح في أعلى نقطة يضيء على جميع الأبراج، وربما هو كفيل بأنه ينبه إلى أنه عليك الانتباه إلى تصرفاتك، يعني ربما يحكمنا قمر اليوم الحمل ببعض الجزئيات أو التفاصيل اللي من شأنها أنه تعطينا محاذير وعلينا الانتباه إلى تصرفاتنا. أيضا أرجع لحتى أقول قد تكون الطاقة عمق الطاقة جدا كبير وخلاق، وممكن يكون اليوم هو نسميها اعمل ما شئت، اليوم اعمل ما شئت. هسه هي محاذير ولا نعمل ما نشاء؟ والله اللي يعمل بالخير يحصد الخير، واللي يعمل بالشر اكيد ما يصيب غير الشر. ليش؟ لانه كيف ممكن انا اوضح لك عمق طاقه جدا كبيره ممكن انه تكون هذه الطاقه هي مصدر كهربائي كبير، لكن أنت مو عارف تستخدم هذا التيار، ممكن أنه إن مسكته بطريقة خاطئة ممكن يؤذيك، وإن وظفته ممكن تضيء عاصمة بأكملها. فهي الطاقات خلاقة اليوم، لكن بنفس الوقت هي قد تكون سلاح ذو حدين، عليك الانتباه وكيف ممكن أن تمسكه لحتى تحقق جميع أمنياتك. طبعا ما راح أقدر أحكي عن 12 برج كيف ممكن أنه يتناغم هذا القمر اليوم معاكم، لأنه في شيء مهم علينا الانتباه إليه ولازم أنه نفهمه. هذه الخارطة الفلكية هي تشكل من نكون نحن، نحن الأبراج منو إحنا، بصمتنا الخاصة، ساعة ولادتنا، نظرة الفلك إن ساعة الولادة ماذا تكون لحتى أنا أقدر أحكم شلون ممكن يفيدني هذا القمر. بس باختصار شديد أنا من أقول التفاصيل ممكن تكون جدا عميقة وعلينا الانتباه، فعلا علينا الانتباه. أيضا ما ننسى أنه خلوني أبشر خمسة أبراج اللي راح يكون العقرب ثم السرطان ثم الحوت، أنه الزهرة نازلة في شرف بيتها، متى تنزل الزهرة؟ قريبا، ما بلشنا غير كم يوم، وهذا الموضوع بحد ذاته متابعينا يعطي الخير الكثير. والله لو مسكت الذرة ومسكت الشمس بإيدك لطلتها. هاي شلون؟ طبعا الزهرة من تنزل في شرف بيتها وتنزل سعيدة وفي أفلاك مهمة وهناك توليفات جدا إيجابية، هذا يدل على أشخاص عملوا بجد راح يأخذون الحظوظ الإيجابية. أكثر شخص لهذه المواضيع هو برج العقرب والثور. هاي ليش أكيد شلون ممكن أنا أتابع هاي المواضيع وليش نقدر أنه نناقشها؟ من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم قريبا. بس خلوني أقول لكم وذكر بجزئية جدا مهمة، قريبا راح يكون هناك خسوف وكسوف في برج الميزان. على فكرة راهو في أعلى نقطة، جيتو انتقل إلى الميزان، ومن ينتقل جيتو في الميزان ذلك هي الطامة الكبرى، أي الكبرى متى؟ في عمق الأفلاك، أي عالم التغيير الحقيقي اللي راح نبلش به قريبا، وكيف ممكن أنا أقيس هذه الطاقات. تعالوا معي ومعكم متابعينا لنتابع اليوم أخبارنا وأخبار الأفلاك طبعا جميعها، من خلال كيف ممكن يوم يكون قمر الحمل المتواجد في أعلى نقطة وما هي التصرفات اللي ممكن أنه نتبعها. معنا والاتصال الهاتفي، نقول ألو. ألو 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 مرحبا. ألو يسعد هالصباح، مرحبا.
طيب، إلى أن تجهز اتصالاتنا ومشاركاتكم حبايبنا، بعدنا نتحدث اليوم عن ممكن يكون الثور وممكن يكون العقرب مشترك بطاقة جدا مهمة، أيضا الثور وأيضا السرطان وأيضا الجدي. خلونا يعني أخبركم على أنه يعود الثور من جديد إلى نشاطاته، وممكن يكون هناك ثناء، وممكن هناك يكون بعض التفاصيل اللي قد يكون الثور يعني ما أخذ حقه بفترة من فترات، أو تفاجأ بخبر، أو ربما كانت هناك تفصيلة قد تمنع أو جزئية ممكن أنه تمنع أو تعطيه بعض المحاضر ليعبر عن آراءه، لكن بطريقة أو بأخرى هو كان ربما يكون قلق بشأن موضوع، وهذا الموضوع إن شاء الله يتجلى رويدا رويدا. ليش؟ خصوصا وأنه الزهرة هي الأخرى حاكم بيتك، راح تكون في الحوت قريبا، مما يعني زيادة في النفقات يعني في الأجور، وأيضا ربما هنالك ثناء وشكر يعني ويكون على مدخراتك أو أموالك، يعني هو عمل آخر إن شاء الله. طيب، في اتصال هاتفي آخر. ألو ألو ألو، رمضان كريم اليوم، حبايبنا نايمين ولا شنو؟ ألو، صباح الخير يا عسل. صباح العافية والسرور، والله العسل وشهد العسل. أنتي نورة من البصرة، شلونك؟ رمضان كريم، ينعاد عليكم بالخير. يا عمري أنتي ينعاد عليكم بالخير والمسرات، اللهم إن شاء الله يا رب يكون فاتحة خير على جميع يعني أمورنا وقضايانا الحياتية. شلونك اسمي؟ عمري نورة، شلونك، أخبارك؟ والله سأل عندي حبيبي. حبيبتي سعد لي هالصباح. أي نورة؟ بسمي رسل عني أنا 14/4/94. طيب أنت 94؟ نعم. تمام، يعني إحنا أنت حدثنا عن 14 فحكما أنت للحمل. نعم. طيب. أنا صايرة يوم الخميس الساعة 1:30 بالليل. تمام. أي شو تسألينا يا نورة؟ عن الصحة والنصيب. طيب نور، انت من يعني اسم الماما شنو اسم الوالده؟ ازهار. ازهار. طيب نور، تاريخ ميلادك شنو قلنا؟ ايش قد؟ 94. تمام، يلا يلا نوره، شنو تسالينا؟ عن الصحه والنصيب. طيب عن الصحه والنصيب، طبعا الطاقات اللي راح تكون لمواليد الحمل، شوفوا الحمل كانوا ليسوا على خير ما يرام، يعني ايضا هم ما كانوا بحال افضل، لانه بعض المواجهات اللي كانت يعني مقابلات باتجاههم هي الاخرى ربما كانت تعطيهم يعني تحسف على خبر، ربما موضوع ما تم، مسائل كانت شويه متعبتهم، ربما كانوا يناقشون مسائل عائله، هو في حمل ثقيل على برج الحمل بسبب موضوع يعني خليني اسمي يثقل كاهلكم انتم كابراج، كنتم تعبانين من المواضيع. فهسه الفترات القادمه ان شاء الله اذا نتحدث عن مسائل الصحه، بصراحه عليكم الانتباه لمناطق المريء او المعده او مساله القولون او مسائل تخص باطنيه، واضحه كلش معاكم هذه التفاصيل. اي صحيح. معايا؟ أيه، وعليك يعني هو اكثر الاحداث اللي واضحه معك من تكونين نايمه مستلقيه، اكثر شيء يكون عندك الالم، او من تشبع ام تاكلين اكل ممكن تشعرين انه ما انهضم، فتحسين يعني هاي المسائل، مسائل الانتفاخات، مسائل عدم الراحه، يعني هي هذه المقابلات دائما انه ممكن تعمل هذه التفاصيل لهذا الموضوع. هسه بالعموم انا اقول لو يكون هنالك مختص لهذا الموضوع، يعني طبيب لازم انه تراجعينه، لانه بصراحه لازم ويجب انه تاخذين العلاج اللازم بهذه الفترات. ايضا انت 2000 انت من مواليد 1994. 94. نعم. رقم الاربعه هو شويه من الارقام اللي يعني ما حالفتش الحظ، ممكن انه يسعفك في الفترات اللي سبقت. بس هذا العام ان شاء الله هو عام كرمة ودراما، ممكن ان تسمعين اخبار جدا ايجابيه تسر خاطرك، ما اعرف وين رايحه، اكو مناسبه، اكو لمه، اكو جمعه، في شيء حلو ان شاء الله، فواضح اكو لمه حلوه، وفي اخبار ممكن انه تسر خاطرك، شخص قد يكون علاقه او قد يكون شيء ما تم يعود ليرجع مره ثانيه وتتمم الافراح والمسرات، او انت ناطره هذا الموضوع وهذا كلش واضح في طالعك.
نعم نورة. نعم سمعت. يمكن نسمع خبر خطوبة أو شيء. يعني سمعت قريب بعيد. والله هو شوفي في طاقة مقطوعة أو ربما الطاقة ما تمت لأكثر من مرة، أنتوا تتداولون وتحجون وكذا، لكن يرجع مرة ثانية ويمكن وتفصل هذه الطاقة بسبب هذا الموضوع. بس هسه الفترات القادمة يعني واضح جدا أنه في عودات للارتباطات. مواصفات الشريك؟ لا المواصفات، إذا بدي أقول لك المواصفات هسه ممكن أقول لك هذا ملك. ليش؟ لانه شكل الخارطه الفلكيه اللي واضحه معك، وممكن تكون الاشخاص احنا بنتحدث عن هذا ملك وذاك ممكن يكون سلطان، وهذا ممكن يكون طبعا على الاغلب انا في تصوري البسيط انه الاخلاق سيده الموقف. ممكن الشخص يكون ذو قيمه معنويه ويعني وذو خلق عالي، فاللي واضح شيء جدا مهم وجوهري عندك. خلينا نتابع للفترات القادمه نوره، طبعا راح تبدي ان شاء الله الطاقات من 13-14 لحتى توضح هوايه تفاصيل. خلينا نشوف عمق الطاقات اللي معك على الفترات القادمه ان شاء الله. انتظريني يا رب بخير. بس انت باعي قلق على اخت بنت وحده سيده بنت اخت بنت في شيء انت قلقانه عليه خايفه هوايه. صحيح على اختي. صحيح صحيح صحيح. يلا قولي يا الله اذكري الله ان شاء الله يا رب امورك طيبه. زين سمعت على الصحيح. يعني شو تتوقعين يكون يعني عندي؟ ممكن يكون عندك ارتجاء مريء او شيء من هالموضوع. فتحة الفؤاد واضح عندك كلش فتحة الفؤاد. حاولي تعملي مراجعات الامور طيبه لانه يصلح هذا العام. يصلح وليش انا اقول عام قوي؟ يصلح للدواء للتداوي. واضح؟ يعني هذا العام الاشخاص اللي ممكن يتداوون. بعض الاشخاص يمكن يسالني سائل طيب مو قلتوا انتم العمليات ما تصلح؟ اي عمليات ما تصلح، لكن التداوي له ايام، له ايام وله سنين وله اشهر. وعلى صعيد هذا الموضوع اكثر الاشخاص اللي ممكن انه ينفعهم نوع العلاج هو مولود الثور، لانه صحى على فاجعه او ربما كان قلق بشيء، او قد يكون هو مع احكام قضائيه قديمه. ظاهره الخسوف والكسوف اللي قريبا راح تحصل، و جيتو في برج الميزان انتقل. ماذا يعني؟ يعني الخلاص، يعني الخلاص لبرج الثور على جميع الصعد. وممكن يكون مظلوم، يعني جبرة الخواطر، والله سبحانه وتعالى يعود لك الحق يا مولود الثور تذكروني دائما. ليش؟ هو احنا مو دائما نقول في هو أورانوس كوكب مفاجآت. قد يكون الشخص الثالث الواضح كلش في هذه الخارطة قد يكون هواية، يعني رغم أنه برج الثور هو من الأبراج القوي اللي ممكن أنه يواجه بدون ما يعني ما عنده أي رادع، لكن ناطر خلي شنو أسميها أني، ناطر الحق يظهر أو ناطر فت شيء أنه ممكن راح يكشف لك. وأنت هذا الأورانوس مع صبرك راح يكشف لك عنصر ثالث من شأنه كان يعني متدخل في هذه التفاصيل واللي ممكن انه جعلك بهذه الحاله. عموما هذا الراحه والجيتو اليوم اللي بلشنا واقعا بعصر الدلو راح يغير لك هوايه مسائل. طبعا اجور ماليه مضاعفه، ممكن انه انت ان كان عندك معاش ممكن تطلب اجور اضافيه وراح يتحقق هذا الموضوع. وممكن الشخص الثالث راح تشوف جبره الخاطر بي، يعني راح تشوف بام عينك هذا الموضوع. واضح كلش للعيان. حتى الاشخاص اللي كانت عندهم معاهم لا سامح الله امراض مفاجئه او كانوا عندهم يعني احكام قضائيه ايضا يظهرون ان شاء الله للعلن وتوضح الحقيقه. يعني باختصار جبره تخاطر من مرض وتشافي ثم اخذ حقك من شخص ثالث. تمام؟ تمام. يلا الى الو اخر. الو؟ 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 الو مرحبا. مرحبا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. ميت هلا. شلونك اختي الغاليه؟ عزيزي الغالي يسعد لي هالصباح، رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين. اللهم للجميع يا ربي. منو معانا؟ معكم حسين من ديالى. حسين اول مره تتصل لنا؟ اي اول مره. حسين شلون رمضان عندكم بديالة؟ والله رمضان جدا حلو يخبر. اللهم يعني امن والامان على العراق اجمعين. اللهم امين اللهم امين. يلا عيني حسوني تفضل.
شلون نساعدك؟ حابة اسالك عن برج العقرب. ايش بالعقرب؟ شو تسالني؟ شنو المستقبل عن الدراسه وش راح يمر به؟ طيب بدايه هي القراءه لك ولا لشخص اخر؟ لا لي. زين اي بر اي اسمك اسم والدتك تاريخ الميلاد؟ حسين عدنان والدتي منال 2008 11. لا اسم الماما شنو؟ اي منال. منال داخل. يلا اسم الوالده منال وانت من برج العقرب وانت من مواليد 2002 2008 11 8. يلا حسوني. نعم يعني. حسب الطاقات الواضحه معاك، احنا ما نقول طاقات ظلم لكن طاقات ممكن تكون انت ما يعني ما انصفك الحظ. ابد ما انصفك الحظ. يعني اعطيت سعي كثير، قدمت كثير، ممكن حاولت جاهد لكن يعني تاخر، وقد يكون ايضا عندك شويه نوع من التاخير في الدراسه او تاجيل او ناوي بشيء، بس هو كان في عجله تاخير عندك. معاي حسين؟ اي معاك عيني. تمام؟ اي صحيح. هسه للفترات القادمة الواضح للعقرب وحسب خارطتك اليوم أنت كحسين ابن منال، هذا الاسم المنال حلو يعطيك كثير من الطاقة، وبعد نوبة أنت من طاقة 8 يعني 2008 طاقة العنقاء والتنين لهذا العام، وحاكم بيتك المريخ المتواجد في الدلو أي عصر التغيير. أنت يا عقرب شوف إيش قد شفت نكبات، إيش قد شفت عثرات، إيش قد صارت عندك أوضاع صحية. الفترات القادمة إن شاء الله راح تكون أمورك بخير ما يرام. يعني الفترات القادمة إن نويت للدراسة فإن شاء الله يعني الأمور يعني تمشي معك. ما أعرف أنا في شيء يخص مدرسة أو دراسة أو في شخص طويل القامة أصلع الشعر إلى علاقة بجانب تدريسي، شيء يعدك به أو هو قاعد يساعدك أو هو قاعد يحرضك أو هو اللي قاعد يشجعك إلى عودة للمقاعد الدراسة أو إنه يقول لك يلا وتعال وكذا، هذا تشوف من عنده خير وواضح هذا الموضوع كلش. صحيح يعني. صحيح؟ اي صحيح. تمام، بس في تغيير ما اعرف، انت ناوي على سفر؟ هاجس السفر دائما في بالك، شو هاي الخطوه؟ وين بدك تروح؟ تتحقق ان شاء الله مراداتكم، انتم ابراج العقرب بهذا العام. ان شاء الله عيني. ان شاء الله، امورك طيبه قول يا الله. يا الله. شكرا جزيلا لك عزيزي. يعني انت هو ما سالنا حسين بصراحه، فقط بس عن المستقبل شنو راح يكون. ما نقدر نعطيك المستقبل مثلا لوين تعرف الى نهايه السنه، فاذا تسالوني عن نهايه السنه لمواليد العقرب منكم من كان ناطر ولادات، النساء اللي ما كان عندها ارزاق للاولاد، هذا هو الاوان، هذا هو الاوان لما يتحد المريخ ويكون في برج الحمل برج التغيير وزحل في الحوت في أبراج مائية مثلكم، هنا ممكن تكون عمق البشارة الكبرى لهذه النساء أو لهذه الفتيات اللي كانوا ناوين إنجاب أو كانوا ناوين مشاريع يعني لهذه المواضيع. وفي أيضا مسائل طبعا للأشخاص اللي كانت عندهم ما أسميها مقامرة لكن أسميها السوق الحر، لأنه ممكن كان يتوقع لشيء ويروح يدخر مسائل وبعدين ممكن انه تتكدس، هنا نسميها البضاعه اللي ما راجت او اللي ما تسوقت، هنا ممكن التجار لهذه الفترات ممكن يحظون بارزاق جدا كبيره، يعني لو كانت عندك شنو ما كان عندك راكد وكاسد ممكن انه يظهر اليوم، ممكن انه انت تتربح من وراء هذه التفاصيل. العقرب لهذا العام لو اقعد هسه احكي مغلفات عن العقرب ما راح تصدقوني، اصلا العقرب جبره خاطر، هو طلع اشخاص سلبيين من حياته ودخل ناس كثير راح يدعمونه. وخلوا في بالكم لا تاسفون على شيء خرج من حياتكم، اعتقدوا انه هذا كان هو الشر بعين ذاته، اذا القادم راح يكون احسن، وكل شيء يتقرب اليك ويكون قريب منك وتشعر انه في تناغم اعتقد انها جبره الله اليك، تمام؟ فبصراحة ربما تكشفت للعقرب حقائق ناس انخلع بيهم تفاجئ، يعني واو ماي جاد يا إلهي، هل ممكن يكونون دولة؟ إيه والله هم دولة. يلا يلا عيوني نروح إلى اتصال هاتفي آخر أيضا. ألو صباح الخير. ألو صباح العافية. شلون الست ميس؟ رمضان كريم عزيزتي. رمضان أكرم، ينعاد بالخير والمسرات علينا وعليك. حبيبتي على أمة محمد أجمعين والعالم أجمع وفروسي تحياتي إلك أيضا. أي أيوة والله مهندس الصوت حافظ على علينا. يلا مهندس الصوت عصام، شو تريدون بعصبة النجوم؟ أشوف كلها قامت تعرفكم.
من العمارة لبغداد هاي التحية. يلا من العمارة لبغداد أبو الصوت عصام والأستاذ الكبير فراس. تمام منو معانا؟ بعد قلبك تنيش وياك هالة من العمارة طبعا صديقة البرنامج وبعد عناء طويل يلا أحكيك. أوف حبيبتي هالة شلونهم أهل العمارة؟ سدوى القلب حبيبتي. حبيبتي يا رب ان شاء الله دوم بخير وسلام. عزمناك تسميش وما جيتينا والله شلون عينك. والله تدرين شلون اذا اجي عزيمه عندكم معناتها ما راح نطلع برنامج. هنا الموضوع احتاج طائره لازم اروح وارجع بنفس اليوم. صحيح واحنا عاد الضيف مالك وين بالعماره؟ هلا وين انتم بالعماره؟ بالمركز. وين؟ نفس المركز؟ أي بالمركز. تمام يا رب يكتب لنا ان شاء الله زياره لكل محافظات وكل حبايبنا اللي وجهوا لنا دعوات. ان شاء الله حبيبتي يا مرحبا هلا يلا تفضلي. سدوى العين. شتمين؟ اول شيء انا يوم والد 88 84. انت 84 82. طيب تمام هلا بنت. أسأل عن ليلى. ليلى تمام. طيب شو أسأل عن النصيب وعن الرزق والصحة عندي رجلي وجعلني يعني العظام ورجلي توجعني. بس هلا سؤال قبل كل شيء أي مواليد أنت قلتي لي؟ أنا 82 84. 94 أنت؟ لا 84. 84 يلا يا هالة. على النصيب وعالصحة مالتي ومال انا مقدمة على عاتب بس اليأس ما جاي يطلع. مقدمة على ايش؟ مقدمة على راتب. يعني راتب منتظرة يعني بس اوراق تجي حتى اوقعها وتهسه ماكو. زين بس اسأل سؤال، هذا الراتب تبع اب اخ شيء كبير شو من ارحامك هذا؟ لا لا الي بس. انت زين وقد يكون هنالك شخص ممكن يساعدك بهذا المقدار، قد يكون يعني شخص انه عنده مروءه او شخص ممكن يكون بمقام الاب او الاخ الكبير. بالعموم تسمعين اخبار جدا ايجابيه يا هاله قريبا. قريبا قريبا تسمعين اخبار رغم انه هي هاي الطاقه شويه بعيده يعني يمكن بدت من فتره وتابعتي بها لكن لحد الان يعني بعض الملاحظات. والله ابدا حظ ماك. لا لا احنا ما نقول حظ ماكم وانت شوفي انت برج الدلو. ايوه وطاقه ال 84 هي اللي كانت عاملت لك هذه التفاصيل يعني 84 الثمانيه اللي كانت طاقه مغلقه كانت الاعوام او السنين اللي مضت يعني كانت بصراحه هي اللي مأذيتك. ايوه بس هسه الفترات القادمه ان شاء الله قريبا 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 تسمعين اخبار جدا ايجابيه تسر الخاطر طبعا على جميع الصعد على الصعيد العاطفي ما اعرف هو واضح معاك فاصل مفصول شو هذه الطاقه اللي ما تمت او اللي راحت او اللي اسفانه او اللي هم اسفوا وفي اسف بين اثنين وما تم معايا يعني صح اكو اي صحيح يعني تجي يعني تعرفين اكو ناس تجي وهاي وترش بس مفكر. زين يلا دخلي الفرحه الكبيره ان شاء الله. هذه الفترات اللي راح يكون الخسوف والكسوف في برج الميزان أي برج كلش مهم خصوصا للنساء وعلى صعيد طبعا أبراج الدلو اللي هو عام الدلو عام كلش حلو ممكن أنه يصلح للارتباط خصوصا هذا الموضوع واضح جدا معاك. والله هذا الشخص ممكن أن يكون بيت السعادات والسعود عندك لأنه كلش واضح في الطوالع اليوم اللي نشوفها. احنا نشوف يمكن اليوم يا هالة اغلب 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 الابراج اللي حكينا معاهم الاناث والنساء والبنات كانت عندهم ارزاق للارتباطات لانه هو قد يكون هذا العام اكثر شيء به هو الارتباط والانفصال يعني يكثر الانفصال ويكثر الارتباط. الطاقات الكبرى المتينه لا الدوم لكن الطاقات اللي ممكن تكون هشه تتكسر بسرعه. فاللي واضح معك بصراحة من بعد هذه الطاقة طاقة الانفينيتي والعنقاء لهذا العام هي طاقة ثمانية كود الكوني لهذا العام هو ثمانية فأنت طاقة فلكتش هي الثمانية هذا العام هي اللي من شأنها إن شاء الله تتحد مع هذه الطاقة وتجلب لك كل المرادات. على فكرة طاقة ثمانية اللي الأشخاص اللي يفكرون أنه شلون ممكن أنه يلتقطوها أنا شنو أقول
حتى ترسخ طاقتك، من احنا في ذبذبات ممكن انه ناخذ ورقه بيضاء ونكتب عليها امنياتنا، نكتب الاشياء اللي نتمنى نتخلص منها. ويا اشخاص يسالون ماي ستي شلون زين، اوكي فهمينا شلون ممكن نربط طاقه الاثير اثيرنا مع الكون، وكيف ممكن نتخلص من الشغلات السلبيه، وكيف ممكن انا اثبت هذه الاشياء على ورقه بيضاء بدون اي سطور تكون، واذا كانت من اللون الاسمر يعني المائل الى البني هو لون الذهب الخام، ممكن انه انت تكتب اي طاقات تخصك، يعني تكتب واحد انه انا اتمنى كذا، اثنين انا اتمنى كذا، ثلاثه وهكذا، وبالمقابل اتمنى انه اتخلص من هذا وهذا وهذا وهذا، كله تكتبه ممكن. في اشخاص يقول لك طيب وانا وين راح اودي هذه الورقه مثلا؟ احنا ما نحرقها، ممكن للاشخاص اللي يعني حاب تكون هذه التفاصيل يضعها في صيصه، هذا الصيصان اللي يحطون بيها شنو اسمها الزريعه الزرعه، ممكن انه تخلي هذه الورقه وهذه الامنيه مع هذه الشتله او هذه شنو اللي تنبت، يعني هي طاقه كون اتحاد، ما له علاقه لا بالخرافات ولا باي شيء، فقط امتداد لمنه لتتبع الطاقه، فانت ممكن تحقق امنياتك من هذه التفاصيل. وحتى الشيء بالشيء يذكر، ليش دائما في بخورات للايام، هذا بخور كذا وهذا بخور كذا ويوم الاربعاء كذا، وما يصلح انت تحرق المر، يعني بخور المر لا تحرق المره، ايش اسمها المره، هي بالمقابل ممكن تكون هي علاجيه لكن ما يصلح لحرقها. ليش؟ لانه كذا، انا ما قاعده اثقف لكذا لحتى لا تفهمون كذا وكذا، اوكي؟ ف هو هيك الطاقه، هيك عمق الطاقات، فانتوا اكتبوا اوراقكم على ورقه سمراء يعني بنيه، رايحه للبني بالعموم. يلا نرجع مره ثانيه لاتصالاتكم ومشاركاتكم مره اخرى، نشوف اتصال هاتفي معنا. الو. السلام عليكم. السلام والاكرام، ميت هلا، مرحبا. شلونك ستميت؟ عزيزتي حافظك الله واهلا وسهلا بك، منو معانا؟ معاكي خنساء بنت خالده. عفوا؟ خنساء بنت خالده. الو. بنت خالده، اهلا وسهلا بك يا خنساء، من وين تتصلينا؟ من الانبار عيني ستميت. الانبار واهلها ميت هلا. تسلمين، الله يسلمك. تفضلي يا حبيبتي. صحة أنا النصيب. خنساء أول مرة تتصلينا؟ أي والله أول مرة. يلا حياك الله وأهلا وسهلا بك، تفضلي. أهلا وسهلا، أبدأ أسأل عن النصيب، عن الصحة اثنين، أموري كلها متعطلة. بس الصوت، اعطونا صوت شباب، من يمنا من يمهم، يعني مو واضح. نعم. الصوت بصراحة. ألو. ست خنساء صوتك يعني بعيد بصراحة. أي والله، أنت عن الصحة، عن النصيب، عن الأمور متعطلة، كل أمور اثنين. الصحة. والنصيب. من اي مواليد انت؟ مواليد 73، 31 5. 31 5 73 انت. تمام. 5 73. اي نعم. طيب مواليد الجوزاء وعطارد. نعم. حاكم بيتك هوائية الطبع. طيب خنساء. نعم. يعني 73 يفترض هذا العام هو عام نصر لك. اي نعم. طاقة 73 هي نفسها الطاقة اللي كانت مخسرتك في الأعوام اللي مضت، مع أنه 3 هو رقم حظ كلش مهم، ومع أنه 7 هو طاقة انتصار أينما حلت وأينما كانت. لكن بصراحة هذا العام هو عام أيضا يعني ممكن أنه يغيرش به هواي تفاصيل. لا تقولي لي ليش. هذه المشتري حظ، يسمونه الحظ الأكبر، يسمى الحظ الأكبر اللي راح يكون، اللي راح يكون في بيتك قريبا. يا الله شو وقت يعني؟ هذا هو على أعتاب الأبواب ومعاك خسوف وكسوف. وين؟ في الميزان. نعم. وذلك الراهو اللي انتقل هو الآخر في الميزان. تعرفين في حياتك ما شكلت لك طاقة مهمة مثل اليوم؟ اي ما شفت طاقة حلوة والله. ما صايرة عندك طاقة أبدا يعني. الآن أنت عندك طاقة جبارة.
ممكن تلتقطين هذه الطاقه، شلون راح تسوين؟ ايش راح تسوين؟ تعالي اساعدك بطريقه سريعه، لانه يا حرام يعني في عندك امور جيده. نفس الورقه اللي بدون خطوط، وتكتبين عليها، خلي تكون بيضاء الورقه، تمام؟ نعم. وتكتبين عليها اسمك وتاريخ ميلادك، وتكتبين 90 مره رقم التسعة اللي هو مضاعفه رقم او ميزان الذهب. هذا 90 مره 9، 90 مره 9 تاريخ ميلادك وهذه السنه. نعم. وتكتبين تحت من عندها زيناها للناظرين ألف مره اسمك واسم والدتك. وان كانت عندكم نخله عذراء، نخله عذراء يعني ما كانت ابدا ما فيها اي حمل، ما فيها اي طلع، ممكن تضعيها في يعني تشكيها باي مكان او اغرسيها في اي مكان قريب على النخله العذراء، وشوفي وباوعي شلون يعني ممكن شنو يكون. شنو نخله العذراء؟ ما ادري يعني، بعدها لسه صغيره شتوله. شلون 6 نخله شتوله بعدها لسه جديده. اها اي تمام. يعني اكتب على هاي الورقه 90 مره. انا ما راح اعيد، ترجعين للفيديو يا حبيبتي وتشوفين انا شنو قلت، وتماما تعملين مثل اللي قلت لك اياه، لانه هاي الطاقه ان عدتك هذه المره ما اعتقد بعدي يعني سوري. واضح؟ نعم نعم. فالنصيب ما شاء الله عليك يعني، هو انا ليش اقول جبره خاطر، هذا العام عام الكرمه والدراما، هوايه هوايه هواي يعني مسائل راح تتغير. يعني هاي السنه 2 ان شاء الله بمشيئه الله، قولي يا رب. يا رب. والصحه 2 يعني الصحة، أوجاع الأقدام، السيقان، الساق، الكاحل، هواية واضح عندك، كلش واضح. وهنا لازم أنه تروحين تعملين فيلم دم، تشيك للدم، راح تلقين هواية معادن عندك ناقصة أو نازل من عندها. هنا لازم أنه تعدلين من هذا الموضوع بصراحة، يعني مسائل الصداع، مناطق الدوار دائما أحيانا تركدين، يعني تركدين أثناء النهار، واضح هذا الموضوع. صح صح صح. ما اعرف زين، في اعلى راسك اكو شيء مثل الجغده او الدائره او او انت شاكه شيء يعني منطقه الراس اعلى شيء عندك؟ صح صح كلامي؟ صح كلامك. ادري بهذا الموضوع اني؟ لا تتنيك. يلا مباشره على الطبيب المختص سريعا، لانه هذا العام شويه بنوع من الصعوبه. ان شاء الله تتنيك. تمام. ونسمع اخبارك الطيبه، ولا انا متبشره خير معك؟ يا الله ان شاء الله ان شاء الله. تمام حبيبتي. أشكرك. يلا رمضان كريم، عاد عليكم بالخير والنصرات يا رب. يا مرحبا. اجمعين يا رب. تسلمين. يا مرحبا. طيب بعدنا متواصلين وياكم حبايبنا، وان شاء الله يا رب اليوم رمضان تكون موائدنا عامره وزاخره باهلها، وان شاء الله ضيوف المتبادلين وأطباق الحلوة بين الجوارين القديمة يعني، والزيارات الحلوة بعد رمضان. أكيد جو رمضان مفعم بالطاقة، مفعم بالخير والمسرات. وأتمنى دائما حبايبي بعيدا عن الفلك وأيام الفلك وسنين الفلك، يعني تعرفون شنو معنا الصدقة في رمضان؟ يعني تفتح أبواب الأجنان أي الجنان، ويغلق أبواب النار، وتقبل الدعاء بها. ويا ربي يا ربي ندعي، ندعي دائما لأهلنا وناسنا بالتوفيق والمسرات، وكبروا صدقاتكم، اعطوا صدقاتكم، هي صدقة قليلة لكن شوفوا عمق الصدقة هذا شنو ممكن أنه يسوي. تمام. طيب يلا روحي لي اتصال هاتفي آخر مرة. ألو خير. ألو 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 ألو. صباح الخير. صباح العافية. رمضان كريم قلبي. الله أكرم. منو؟ شلونك حياتي زهراء؟ حياتي زهورة، شخبارك زهراء؟ شلونك قلبي؟ عمري؟ والله الحمد لله، انت شلونك قلبي؟ في الدول عينك. زهورة شلون رمضان وياك؟ صايمة لا؟ اي والله صايمة. يلا يا الله يتقبل طاعاتك ان شاء الله. يا عمري انت زهورة شو حسوي فطور اليوم؟ قولي لي. والله حيرين انا ومصافنات. يلا باعي تدرين شوربة الفطر كلش طيبة، هاي الكريمية حلوة. زين والله انا احبها. اي اي باعي، ولا تكثرون بالاكل هوايه، ترى مو زين، كلش مو زين، تفاجئين المعده. اي صحيح. أي وكثروا بالورقيات والزلاطات ترى طيبه. بيوت قلبي. ماشي. علي بن مفرد. يا ابويا علي وسنين علي، شلون بعلي احنا قولون. واحد مود. علي بن مفرد. زين. 1/28. زين. اي 2002. لا بس دلو. بس لحظه، هو الدلو؟ اي الدلو. زين ايش بيه علاوي؟
نفدو نغير شيء نوخر العمل عليه، لأن يعني على لو انتهى حتى الاستفراغ دا يزوع فد مرة انتهى. هاي سؤال في النسوان، سؤال في الخطوبات. الفدوى روح ليش ميوس انطين في الشين وخر العمل عادي. زين عليه عمل اسوي هو باعي نسى نسى نساها للحسنية مالته الحلوة نساها. لا والله ايش يقول، يقول انا ما اقدر اوفر. يقول انا ما اقدر ما اقدر اوفر. زين زهورة تدرين احنا هسه برمضان وتعرفين احنا هسه على الجو مباشرة و ميوسه فدوى فدوى روحي كلش فرحتينا يعني احنا في علم احنا بعلم استرولوجي ما حد يساعدنا غيرك، ما حد يساعدنا غيرك والله العظيم. بابا يشاهدك وماما كلهم قاعدين يباعون عليك هواي هواي تسلمين عليهم تقولين لهم رمضان كريم. يسمعوك والله العظيم يا عمري. يلا تعالي اقول لك شغله. شنو؟ تجيبين لبن رائب اي تقرأين عليه ايش؟ البسمله اي تمام؟ اي العلق والفلق اي وزيديهم سورة الفيل اي يلا وتطعميهم اياه من بعد الساعة 5 اي بس بس باعي اذا توقف عن اي شيء للاستفراغ تمام؟ اي هذا يسمونه أي؟ كشف تمام؟ أي؟ اذا توقف أي؟ عن اي استفراغ القضية أي؟ اللي في بالي لها ان شاء الله يعني أي؟ تصريف اخر فما تقلقين اعملي هذا الشيء واتصلي بينا. يا عمري ما ينسى الله يرضى عليك ان شاء الله. لا تقلقين ماكو شيء، هذا بطالعه بطالعه عروس يعني عنده زفه عنده عنده مناسبه حلوه. في تغيير كلش ايجابي وحلو. بهاي السنه يعني لو ان شاء الله، شو هو ناوي يغير سياره؟ هو؟ لا عنده اشتري سياره قبل كم يوم اي. او مغير سياره واضح حياته. اي مغير مغير غير سياره، باع سياره اشتري سياره صحيح. يا لون؟ بيضك. زين يلا خير ومسرات ان شاء الله حبيبتي. يا عمري سوي زهوره اللي قلت لك عليه وان شاء الله الامور طيبه ما تقلقين. يلا شكرا جزيلا لك يا زهوره. على فكره هو عنده نصيب هذا يعني نصيبه كلش قريب وقدام عينه. شايفين الصدف لما تجي هواي ابراج يقولون لا خلص والله احنا بعد كافي تعبنا والله احنا بعد ما نقدر كذا. الله سبحانه وتعالى يجعل توقيت معين لاشخاص يعني هسه هالعلاوي شوف شلون خطيه مش العقل ومن العلاقه ما تمت وامور صارت وكذا بس بعدين راح يشوف نصيب اخر يسر خاطره وممكن يغير نظرته كلش عن كل الاشياء اللي صارت واللي كانت تمام. يلا ان شاء الله خير. يلا الى الو اخر. الو الو زي صباح الخير. صباح العافيه. شلونك؟ رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى الجميع. ينعاد بالخير والمسرات يا ربي. من معانا؟ أنا فاطمة من العماري. فطومة يسعد لي هالصباح. شلونك؟ مبين فطومة مبين رمضان عليك. صايمة فطومة؟ إن شاء الله. يلا إن شاء الله يا ربي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. احسنتي والله احسنتي. ترى يعني الصيام صحه. اي والله يا تسميت يعطيني قوه انا. الصيام صحه تصح الابدان يعني. يلا تسميت مواليد برج السرطان. طيب اللي صادق من بدريه مواليد 90. بس الصوت راح معايا. شهر السابع اللي مواليد برج السرطان هو. طيب اي مواليد 90 تمام. طيب مواليد 90 ابن بدريه. يلا شو تساليني عن مولد السرطان؟ ما تصير يا ست ميت وصحتي والله شوي نعرق اسمه وين ما نروح ما تصير يعني روحنا ما تصير. والله ترى بنات الحلال خير من الله ضالات ايش عجب. يا ست ميت جد وريدي عندي هو هم يمك ببغداد وقريب عليك. بغداد. والله عاد انا عندي خير من الله من البنات ما شاء الله بنات عوائل وش حالاتهم وش زينهم وتعليم ترى بالله والله شوفوا اقول لكم قضيه ما لها داعي للارقام الفلكيه هاي اللي يجيب لي ذهب ويجيب لي طيارات وسيارات واريد والله اهم شيء تفكر يا يعني اذا هو كان يعني وضع يعني كلنا نشوف احنا الوضع الاقتصادي شلون دا يصير بنات والله يعني ليش شكوا بيها انه مو انت شوفي داخل على هيك طاقات وهيك تريدين وهيك وهيك هذا ما راح يسموها شراكه ابدا. امه متوفيه وابوه متوفي ضال وحده ضايج. زين. ما تشوفي الطاقه ما تشمي. يلا الطاقه. فيما يخص صادق وبدريه. طبعا اسم الصادق والتسعين
وبرج السرطان، هم ربما هو هذه الطاقة اللي ودتها لهذه الأوضاع، لهذه الأحداث. بس هذا المولود في طالعة سيدة راح تخرج، يعني شو احنا ليه؟ انه هو هسه مولود السرطان، الجوزاء راح يكون المشتري عنده كوكب السعد، يعني يكون عنده في البيت الثاني، يعني يكون شخص محظوظ بفترة. وبالبيت الثالث بالثور راح يكون أورانوس، كوكب مفاجآت، أيضا كوكب السعد الأصغر، يعني سعد أصغر وسعد أكبر متتاليين عنده خلف التفاصيل اللي أنا أقرأها ونشوفها هنا. هنا ممكن تكون لنصيب من سيدة يعني يكون جدا محظوظ بعلاقتها، ولو بعد وين وبعد وين. أيضا مع السعد الأصغر هنالك الزهرة، والزهرة أساسا هي نازلة سعيدة. شنو معناها؟ قد تكون سيدة ذو قيمة مادية، يعني ممكن أنه ساعدة في شيء يخص مشروع، يخص مال، لأن عمق الطاقة اللي وياه جدا ممتازة. دفين بالله راسي عطت ميش فتشي حتى روح لي ياهي، يعني وين صايرة بالدليل؟ وين صايرة وياهي؟ عمري 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 بناتي فديتكم. حبيبتي حبيبتي فطومه فدوى لعمرك، عيوني انت. انا كلش اشكر مشاعركم الطيبه والله. والحسين احنا ميت، يعني واحد يقول لي اخر بدك يلا لهبوا. عمري عمري حبايبي فديتكم والله، حافظكم والله ان شاء الله يا ربي دائما. والله شوفوا من القلب الى القلب هالمحبه هاي، ونشعر كانه احنا لما قاعدين لمه حبايب، يعني مو كانه برنامج، يعني يصير عندنا واحد. عمري عمري حبيبتي والله كلش ممنونه من مشاعركم يا فطومه. فطومه هل هذا الولد عيني ما تحسين الا والله ونصيبه في رجله، وهالنصيب عاد هذا جزينه وشلونه، لانه ثلاث أفلاك متتالية، ولسه قريبا إن شاء الله السعد الأكبر اللي راح يكون في البيت الثاني عنده، عرفتي؟ وينتقل السعد الأكبر. شوفي هو قد يكون يتعرف أو ممكن يدخل بعمق طاقة، تكون هذه الطاقة طاقة تساعده بشيء معين ماديا معنويا، جميلة ذو مال ذو قيمة، بنت أهلها، أهلها خوش ناس، وضعها الاجتماعي تحسن وضعها بطريقة غير اعتيادية. وهذا الموضوع من بعد من خارج بغداد. هسه احنا ليش نحط الطاقه هنا؟ خلينا نشوف عمق الطاقه وين تودي. بعدها السعد الاكبر راح ينتقل عنده في بيته في السرطان، يعني شو نسميه؟ نسميها انتقاله. مع عصر الدلو هذا المولود يتغير حاله، شوفي لا عز ولا اهل لا مال لا، وتشوفين هذا الشخص ممكن يكون زين هذا العام، راح يتغير وضعه بطريقه غير اعتياديه. هو بس خلي يقول يا الله تمام، ويشبك النيه، ويحاول انه يفتح الاثير مع 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 الكون، يعني خلي يقول ايه الله ان شاء الله اكبر، ايه ممكن يكون هذا الموضوع لانه متشائم. يعني عندهم طفل مريض، شلون؟ ابن اخوه مريض هسه بعد يراجع بيه. طيب ما بتطلعوا تشوفينه ويا الطفل هو زين، هو شنو يعني الطفل؟ تعرفين تاريخ ميلاده؟ اي الطفل هو اسمه حسن ابن ايمان، يقولون هم بشقيقه يوميه كفى صداع، بس الصداع يعني مو شلون صداع شلون ما كان. ومواليده 2012. فطوم نعم ستمية 2012 زين. حسن ابن ايمان ايمان اي تاريخ ميلاده شنو يعني من يا برج هو؟ يا شهر هو برج الثور. مولود الثور. يقول لي الدكتور عنده شقيقه بس كلش ضعف. يعني هو نفسه الحسن هذا عنده شقيقه يقول له؟ اي اي. يعني اذا ننصحكم نصائح طبيه لا مانع من انه في طبعا مسائل تخص الفيلر، ممكن انه يسوي فيلر في مناطق يعني هم يحددوها الاطباء لحتى يوقفون هذا الصداع المفاجئ. وبصراحه هذا الصداع اللي واضح معايا ما اقدر اتحدث عليه على الهواء، انا اعرفه شنو وضعه يعني هذا، لانه اذا كان هو من مولود الثور بصراحه قد يكون يفاجئ شيء معين، يعني من خوفه من ما نقدر نحكي، احنا الجو يحكمنا بصراحه. فالقضيه جدا واضحه معايا، جدا واضحه معايا. من يكبر هاي حتى من يكبر يبقى هذا الصداع عنده ويروح. والله تدين الصدق كل ما يصير بال 25 وال 26 الى ال 30 يشتد الصداع اكثر. بس حتى انه نسيطر على هذه الطاقه في اختصاص
لمسائل الفيلر، ممكن انه يحقن فيلر في مكانات تخص وين شو احنا نسمينا العرق اللي هو يعني يعمل هذا الصداع، ممكن يوقفونه فان شاء الله يمتنع من هذا الصداع. ورا راسي ورا اذاني كثير. اي بالضبط. اي وفوق عينه وتحت من يعني الجبهه او الجبين. واضح هذا الموضوع. ما تفك الصخون. هو انا مشخصته هسه على الهواء فما نقدر نستطيع ما نتحدث، ونحن بالدقائق الاخيره من عمر الفقره بصراحه. اكتبوا لنا بالتعليقات ان شاء الله ممكن يعني نحاول ان ندليكم شو ممكن ان تخلصون من هذه الاوجاع وهذه الامراض. دكتور يعني تعرفين دكتور يا حبيبتي حتى يخلص من هذا الصداع ما اقدر احكي على الهواء، انا ما اقدر، ما مو مرخصه بصراحه، بس ممكن احنا نروح لطبيب مختص يختص بمسائل الصداع يعني الشقيقه، في فيلر يعني يكون في مكانات معينه يوقف له نوبات الصداع الشديده هاي. يعني كان الله في العون، تعرفون الخطيه مريض الشقيقه ممنوع يفرح ممنوع يحزن. هاي اكو شيء كان الله بالعون. عموما اذا فقرتي انتهت معاكم حبايبي، بس احلى يوم هو اليوم الاول من رمضان وولاده القمر في برج الحمل. ما شهدت شهر مبارك ابدا 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 ولا طاقات وعمق الطاقات مثل اليوم. نكبر الخير ان شاء الله، تقبل منكم صدقاتكم وطاعاتكم ان شاء الله بنيه التقرب الى الله، وشوفوا شلون عمق الطاقات كيف ممكن تكبر معاكم، وكان الله سبحانه وتعالى هو نفس ولادة القمر في الحمل اليوم ينذر بالخير الكثير. أي رمضان وفي أفضل من رمضان؟ تمام؟ إذا الأبراج النارية هي حكم اليوم مسيطرة، أربعة أبراج راح يكون العقرب السرطان والحوت ثم الجدي. قريبا تنتقل الزهرة إلى شرف بيتها، في هذا الموضوع انتظروني حبايبي، أكيد قراءة أخرى. انتهت فقرتي معكم، ألقاكم إلى اللقاء.